بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، أيها الإخوة، أريد أن أعيش مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أجمل الحديث حول تعاليم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أطيب الكلام عندما يكون عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد اليوم أن أتحدث عن ثمرة أو إحدى ثمار العبادات التي ينبغي أن تثمر في حياة المؤمنين. أهم هذه الثمار وأطيبها وأكثرها تألقا، بل تعتبر هي الأمارة والعلامة الفارقة في دنيا الإيمان عند جميع المؤمنين، مسلمين كانوا أو غير مسلمين. الحديث أيها الإخوة عن الأمانة. العبادات كلها، العبادات كلها إذا لم تثمر سلوكا وأخلاقا لا حقيقة لها، إنما هي أجساد بلا روح، بل قد تأتي وقد تجر على صاحبها سبة، بل قد يكون صاحبها سببا لأن يفتن المتعبدين عن هذه العبادات بسبب سوء الخلق أو بسبب عدم فهمه لحقيقة العبادات، ذاك أنه يكتفي بالشكليات دون أن يغوص في حقائق العبادات التي تثمر أخلاقا، تثمر أمانة، تثمر صدقا، تثمر وفاء في العهد، تثمر إتقانا للعمل، تثمر سلامة في الصدر من الأحقاد، تثمر إلى ما هنالك من تلك المنظومة الأخلاقية المحمودة. نعم هذه العبادة ونعم تلك الشعائر، أما إذا للأسف كان المصلي سارقا، وكان المصلي كاذبا، وكان المصلي خائنا للعمل، فكثير من الناس يقول لك أنا لا قيمة لهذه الصلاة. من هنا أردت أن أركز معكم اليوم وأن أدندن في هذه العجالة حول إحدى هذه الثمار المهمة جدا، ثمرة الأمانة. الأمانة أيها الإخوة الأكارم، في نظر الشارع، في نظر الله عز وجل، بحث واسع لا حدود له. ونلاحظ أن الله عز وجل عبر في القرآن الكريم عن هذا الأمر فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال أمانات، ما قال تؤدوا الأمانة، عبر عن الأمانة بصيغة الجمع ولم يعبر عن الأمانة بصيغة الإفراد، حتى يقول لنا إن الأمانة لا تشمل ولا تنسحب على الوديعة، ذاك أن كثيرا من الناس أيها الإخوة الأكارم يعتقد ويظن واهما أن الأمانة محصورة فقط بالودائع، يعني فلان أودع عندك وديعة فتقول هذه أمانة. لا، الأمانة يعني بحر لا ساحل له، وهي واسعة الدلالة وترمز إلى معان شتى. مناطها جميعا شعور المرء بمسؤوليته أمام الله عز وجل وإدراكه، شعور المرء بالمسؤولية أمام الله عز وجل وإدراكه الجازم بأنه مسؤول أمام الله عز وجل. حديث يحفظه معظمكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال ابن عمر راوي الحديث: سمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم
وأحسبه. قال: الرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته. لذلك كثير من الناس يقصر الأمانة من أولها على آخرها إلى آخرها بقضية الودائع. لاحظوا أن الأمانة هي الفريضة التي يتواصى بها المؤمنون، يتواصى بها المسلمون، ويستعينون بالله على حفظها. حتى الواحد منا لما بده يسافر ماذا يقال له من الدعاء من السنة؟ أستودع الله، انتبهوا، دينك وأمانتك، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. وسيدنا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان. لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ينفي الإيمان وكمال الإيمان وتمام الإيمان، قال لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. هذا الحديث أيها الإخوة، هذه الكلمات على يعني حجمها الصغير لكنها ذات دلالة خطيرة. لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني لو ادعى الإيمان ولو صار شيخ الإسلام هو حرامي وخائن للأمانة، خائن للوقت، خائن لمن استرعاه الله عز وجل، أو كان يعمل عند مين ما كان يعمل، ينبغي أن يكون أمينا. حتى لو كان هذا هو لا يحب مثلا هذا الأمر، مشاعره محترمة، لكن لا علاقة لمشاعره بمسألة رعاية الأمانة. لذلك لما كان السعادة العظمى أن يقي الإنسان شقاء العيش في الدنيا وسوء المنقلب في الآخرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في استعاذته بين الحالين، إذ قال، انتبهوا، النبي عليه الصلاة والسلام طلب منك أن تكون سعيدا في دنياك، والحديث هنا عن الأمانة، وفي أخراك. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم استعاذة بديعة رائعة يعبر من خلالها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم عن فهم وإدراك المؤمن، فقال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. فالجوع ضياع الدنيا والخيانة ضياع الدين. كلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل البعثة، قبل أن يبعث رسولا ونبيا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، كان يلقب بالصادق الأمين، كان الأمين وكان الصادق فيهم. كنت اليتيم الذي طابت شمائله، كنت الأمين إن احتاجوا إلى الحكم، كنت البعيد عن الأوثان تبغضها، أما الحديث فقالوا صادق الكلم، والخمر ما عرفت يوما لكم شفة، وكيف تشرب أم الشر والسقم. هذه بدايتكم صلى الله عليه وسلم، بالفضل قد نطقت، تبنى البداية عن وحي وعن حكم. كان إماما في الأمانة، وكان يسمى فيهم الصادق الأمين. ولما نعى الله على أولئك الذين تنكبوا لدعوته في بداية حياته صلى الله عليه وسلم من حياة الرسالة، قال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وقال تعالى: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. مكث فيهم 40 سنة وأربعين عاما، كان يسمى الصادق الأمين. يعني ممكن الواحد مهما كان متقنا للتمثيل، يعني ومهما، كما قال الشاعر، ومهما تكن عند امرئ من خليقة، عنده طبع، عنده سوس، عنده خلق، وإن خالها ظنها تخفى على الناس تعلمي، إلا ما لابد أن تأتي لحظة وينكشف، لابد قطعا. لكن 40 سنة 40 عاما ما مسكوا على النبي عليه الصلاة والسلام كذبة واحدة أبدا، كان أمين. كانوا المفارقة أنهم يضعون، باعتبارنا نتحدث في يوم الاثنين عن سيدنا محمد، كانوا يضعون أماناتهم عنده. لاحظوا يعني
أنا دائما أذكر هذا الملمح الذي يذكره علماء السيرة. كلكم أو معظمكم سمع بيوم الهجرة لما جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عمه سيدنا عليا في فراشه. لماذا جعله في فراشه؟ لماذا أيها الإخوة؟ حتى يؤدي الأمانات إلى أهلها. قريش التي كانت حريصة على قتله هي نفسها، صناديدها، رجالها، كانوا يضعون ودائعهم وأماناتهم عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو جعل ابن عمه في الفراش لأنه هاجر إلى المدينة حتى يؤدي الأمانة إلى أهلها. فيعلق الشيخ محمد الحجار في كتابه النفيس الصحوة القريبة يقول فيا عجبا، هم حريصون على دمه وهو حريص على أداء أماناتهم. وهذا رد على أولئك الظلاميين التكفيريين الذين نفروا الناس من دين سيدنا محمد بسلوكهم وفهمهم المريض والسقيم. إذا كانت هذه أخلاق الإسلام مع من أراد قتل سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فكيف يخرج علينا ويطل بألفاظه المشوهة وثقافته المريضة على الناس، من يقول لهم من يذهب إلى الغرب ينبغي أن يسرق أموالهم وأن يتهرب من الضرائب؟ من يتهرب من الضرائب في أمريكا أو في أوروبا هو سارق خائن للأمانة. ليه حتى لا يخرج علينا من يقول هذا فلان يعني يلمع؟ لا هذا النبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم، الذي يدخل إلى هذه الدول بعقد أمان بفيزا ينبغي عليه أن يحترم قواعدها. ما يجبر على ذلك. أما أن يبرر السرقة ويعطيها صبغة دينية، هذه الكارثة. إنسان حرامي حرامي، ما في مشكلة، شأنه هذا، نسأل الله له ولجميع السارقين الهداية. أما أن يفلسف السرقة وأن يعطيها صبغة دينية، هذه كارثة. حتى نسمع الناس صارت تخاف من أهل الدين والإيمان، حتى نرى اللادينيين يسخرون من المتدينين بسبب هذه التصرفات السخيفة والتي أساءت إلى أصحابها قبل أن تسيء إلى ثقافة الإسلام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أداء الأمانات لمن يريد قتله. فحقيق بنا نحن المؤمنين، نحن المسلمين، أن نظهر قمة في الأمانة، قمة في الأخلاق، قمة في التفرد، قمة في اللطف، في الأنس، عندما نتعامل مع غير المسلمين، لأن هذا هو أس دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام كانوا أئمة في الأمانة قبل البعثة. اقرأوا إن شئتم قصة سيدنا موسى قبل أن يبعث رسولا ونبيا، كيف أنه كان أمينا صالحا، يعني احترم الأمانة، حتى لما رأت ابنة شعيب هذا الرجل الصالح، لما رأت أمانته ما الذي يعني لفت انتباه هذه الفتاة عندما أخبرت أباها؟ قالت يا أبت استأجرهم إن خير من استأجرت القوي الأمين. لاحظوا أن هذه الأمانة جعلت هذه الفتاة تطلب من أبيها، هذه فتاة موفقة تبحث الرجل الآن، ما هي مواصفات الشاب؟ ما هو فارس الأحلام الآن عند الفتيات، معظم الفتيات؟ لاحظوا الأمانة، ما نظرت لا إلى سيارته ولا إلى أمواله، حلال حرام ما في مشكلة، ولا إلى القصر اللي لا نظرت إلى أمانته. سيدنا محمد حتى لما خطبته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وعليها سلام الله، قالت له في يعني خطبة النكاح بالضمة، في خطبة النكاح قالت له يا ابن العم إني رغبت فيك لسطتك في قومك وعظيم حديثك وصدق أمانتك. قالت وعظيم أمانتك وصدق حديثك، عظيم أمانتك. لاحظوا أنها جعلت
وحدة قياس لاختيار الشاب الزوج الأمانة، أن يكون أمينا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء، حتى خصومه شهدوا بصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن معاني الأمانة وضع الشيء في المكان الجدير به والحقيقي به واللائق به، فلا يسند منصب إلا لصاحبه الذي يستحقه، ولا تملأ وظيفة برجل ليس عنده كفاءة. واعتبار الأعمال مرتبطة بالأمانات بالاختيار، يعني أنا عندما أختار موظفا في أمر معين لا أختار هذا الموظف أو هذا العامل بسبب الولاءات، بسبب أنه لطيف أو بيسمع الكلام أو يقدم إليه هدايا، لا، أنا أضع الرجل المناسب في اختيار توزيع المهام. ينبغي أن أكون أمينا. جاءني شاب متقن متخرج عنده خبرة، عنده شهادات حقيقية مو مزورة شاريها من هون ومن هون، وأنا مسؤول عن التوظيف، لكن عندي واحد ما بيعرف كل الشروط المطلوبة في هذه الوظيفة غير متوفرة، لكنه صديقي أو في رشوة أو في كذا يضعونه، هذا خائن للأمانة، هذا خائن للأمانة، ولو صلى ولو صام. إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة، هذه يعني من علامات يوم القيامة، أن يوضع الرجل الغير مناسب في المكان المناسب. لذلك من معاني الأمانة وضع كل شيء في المكان الجدير به واللائق له. طيب، اللهم صل على سيدنا رسول الله. الله، وضع الناس بأماكنها، هذا من الأمانات الكبيرة والعظيمة. لا، قد يقول قائل ما علاقة بالأمانة؟ لا، لاحظوا حتى الدول التي تنهار عندما تنتشر فيها الرشاوة وينتشر فيها الفساد والمحسوبيات، وهذا قريب فلان كذا، سبحان الله، عندما يكون هناك انضباط وفساد يعني غير موجود، ما في يعني الكفاءة هي الحاكمة، يعني فلان هو المتقن يوضع في هذا الأمر. أنا ما يعنيني أن يأتيني مثلا حافظ للقرآن وجامع القراءات وما شاء الله وصوت جميل ومتقن وعنده سند متصل، لكن أنا أريده مثلا أن يكون مسؤولا عن حسابات شركة كبرى فيها موظفون وفيها عاملون، لكنه غير متقن للعمل، خريج كلية المحاسبة أو كذا إلى آخره، لكن ما عنده خبرة، مو متقن للعمل. أيهما أختار؟ أيهما أنسب لهذا المكان؟ قطعا دون تفكير اللي مو حافظ القرآن ومو جامع القراءة وكذا لكنه متقن وبارع في عمله هو الذي يقدم في هذا. الله لا يحابي في هذه السنن الكونية أبدا، ما يحابي، الإنسان المتقن هو الذي يوضع، قرآنه وحفظه للقرآن وهذه شيء آخر بينه وبين الله، لكن في الأعمال الناس يعني مما يعني يذكر لنا التاريخ أن سيدنا عمر لما اشتكوا إليه من أحد الولاة أنه كان يعني فاسقا، فقال فسقه لنفسه وقوته وانضباطه وأمانته للناس، يعني هو الأمور الخاصة بحياته الشخصية سوف مسألة بينه وبين ربه، إما أن يحاسبه عليها وإما أن يسترها عليها وإما أن يغفر، هذه مسألة بينه وبين الله ما لم تتعلق بحقوق الناس. هنا أيضا نريد أن نفهم أن من أخطر أنواع خيانة الأمانة أن يوسد الأمر إلى غير أهله. طيب، قال سيدنا أبو ذر: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ ما بتشغلني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
أريد أن أقف هنا قليلا عند هذا الحديث. في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: ما أظلت السماء، ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء، ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء رجلا أصدق لهجة منك يا أبا ذر. لكنك امرؤ لا تصلح للإمارة، القيادة إلى ناسا، القيادة فن القيادة له أناسه. أنا لما بدي عندي أمر كبير، عندي إدارة، أهل الإدارة أهل الاختصاص، لا علاقة القضية إمام جامع أو غير إمام. قال له أنت أصدق الناس لهجة لكن لا تصلح للإمارة، أنت القيادة لها أهلها. ما النبي عليه الصلاة والسلام ما جامله، ما قال له أنت حبيبي وصاحبي، لا لا، قال له أنت متفرد ومتميز في مجالك لكنك امرؤ لا تصلح للإمارة. كذلك ما ينبغي على الإنسان أن يخون الأمانة ويجامل ويضع أقرباءه أو كذا وكذا، هذه أمانة. صاحب العمل استرعاك وأنت أن تكون أمينا، والمستشار كما قال عليه الصلاة والسلام، هذه من أنواع الأمانة التي سأتي عليها في الدروس القادمة، قال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، يعني بدك تكون أمين، المستشار مؤتمن. فإذا من أنواع الأمانة، من أنواع الأمانة أن تكون أمينا في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. طيب، اللهم صل على سيدنا رسول الله. الله 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 الله. إن الكفاية العلمية أو العملية ليست لازمة لصلاح النفس، قد يكون الرجل رضي السيرة حسن الإيمان لكنه لا يحمل من المؤهلات المنشودة ما يجعله منتجا في وظيفة معينة. يعني ذكرت لكم شهاداته وحفظه للقرآن وإجازاته وسنده المتصل، هذا شيء يخصه له في مجال معين، لكن لا يصلح أن يكون قائدا، مديرا، شخصية قوية قيادية، يعرف متى يغضب، يعرف متى يظهر أنه يغضب هو غير غضبان، يعرف متى يحاسب، يعرف متى يسامح. هذه لها أناس، هذا فن له أهله. فهذه أمانة ينبغي علينا أن نرعى الله فيها. طيب، اللهم صل على سيدنا رسول الله. الله. والأمانة تقتضي أن نصطفي للأعمال أحسن الناس قياما بها، فإذا ملنا عن هذا الإنسان المتفرد المتميز الذي يصلح لهذا الأمر إلى غيره لهوى أو رشوة أو قرابة، فقد ارتكبنا بتنحية القادر وتولية العاجز خيانة فادحة. فقد ارتكبنا بتنحية القادر وتولية العاجز لهذه المهمة، لهذه الوظيفة، خيانة عظمى وفادحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله، فيما يرويه الإمام الحاكم: من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يعني أنت إذا وظفت إنسان، وضعت إنسان بمنصب فقط لقرابته، لأنه بينك وبينه ترتيب معين كذا، هذه قال عليه الصلاة والسلام، وهناك من هو أفضل منه، أنت تعلم أن هناك من هو أفضل منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. اللهم صل على سيدنا رسول الله. أنا يعني أريد أن أقف هنا حتى لا أطيل عليكم، لأن بحث الأمانة بحث طويل، سأقف هنا وأتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم. لكن ما أريده منكم أيها الإخوة الأكارم أن تفكروا دائما بقضية الأمانة، أنها حسرة وندامة قد تكون يوم القيامة، وهي خطيرة وعظيمة في الدنيا. اللهم يا حي ويا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك أن ترفع هذا الوباء وهذه الجائحة عن العالمين، وأن تشفي وأن تعافي جميع مرضى العالمين. اللهم ارفعهم إلى العافية، وامسح عليهم بيمينك الشافية، واجعلنا من أهل التوفيق في حمل الأمانات وأداء الأمانات إلى أهلها على أحسن حال وأهدأ بال.
يا رب ارزقنا حلالا واستعملنا طيبين، اللهم ارزقنا حلالا واستعملنا طيبين، اللهم ارزقنا حلالا واستعملنا طيبين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد العالمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.